قدورة فارس وهذا المؤتمر نعود لنتابع من بعده. استشهاد 6 منهم قتلوا بدم بارد ومع سبق الإصرار، وما زال مسلسل القمع والقهر مستمر. وكانت هذه القضية قد طرحت في جولة المفاوضات الأخيرة والتي أدت إلى الاتفاق على الهدنة القائمة حاليا منذ يوم أمس، وكان يفترض أن تكون يعني ضمن بنود هذه الاتفاقية، ولكن تعهد الإخوة في قطر وفي مصر بأن يبذلوا قصارى جهدهم عبر التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة الأوضاع في السجون إلى سابق عهدها وكف يد الاحتلال عن أبنائنا وبناتنا. كذلك يعني نحن في غاية القلق ونحمل المسؤولية الكبرى لدولة الاحتلال عن مصير عدد غير معروف من الأسرى المعتقلين من قطاع غزة، سواء كانوا من المقاومين أو من المدنيين. إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة أن تفصح عن عددهم، عن أسمائهم، عن أماكن وجودهم، عن أوضاعهم الصحية، وبالتالي هذا الحجب المريب للمعلومة عن مؤسسات دولية يفترض أن تعرف أولا بأول من تم اعتقالهم وأين يتم احتجازهم وفي أي ظروف. لكن إسرائيل لم تفصح، الأمر الذي يعني أن هناك أمرا مبيتا لهؤلاء الإخوة. ولذلك نحن من الآن نحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام أن يمارس تدخلا وأن يمارس ضغطا لإلزام إسرائيل بأن تتصرف على الأقل كدولة، وهذا هو الحد الأدنى، لا أن تتصرف كعصابة. بالأمس استقبلنا الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا المحررين، وهذه العملية يعني تمت. نعم، الشعب الفلسطيني يفرح لتحرر أي أسير من الأسرى. عمي لو سمحت شو عشان الكاميرا، لا كنت محل ثاني. الشعب الفلسطيني يسعده أن يستقبل أي ابن أو أي بنت من بناته محررين، ولكن كون هذه الصفقة تنفذ في خضم حرب آثمة وشلال من الدم ما زال متدفقا، يعني كان أو هو حري بنا، وهذا أعتقد أنه محل إجماع لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني أن يكون الاستقبال في حدود محدود، وأن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك من أهلنا في غزة موجوعين، حتى أن بعضهم ما زال أعزاءهم تحت الأنقاض حتى لم يصلوهم. لذلك من الأهمية بمكان وهذا الموقف أو كل الذي سأتحدث به مقبولا على كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. يعني هذا ليس الذي أقوله رأي شخصي أو موقفي، فلذلك يجب في استقبالنا اليوم وغدا لأبنائنا وبناتنا أن نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. الأمر الآخر، التبادل المفروض يعني أن نظهر كأبناء شعب كلما أتيحت الفرصة أن نظهر موحدين، متعاضدين، متآخين، متحابين. هذه الصورة التي يجب أن يعكسها شعب فلسطين وهو يواجه هذا الابتلاء الكبير المتمثل بالعدوان الإجرامي الآثم المستمر منذ 50 يوما على كل أبناء شعبنا، مركز صحيح في غزة، ولكن الحرب تشن على الفلسطيني على الهوية. أنت فلسطيني،
إذا أنت متهم، إذا أنت عنوان لرصاصهم، عنوان لبطشهم ولأذاهم. وقد ارتقى ما يزيد عن 200 شهيد في الضفة الغربية، وتدمير العديد من البيوت، ومئات الجرحى، وأكثر من 3000 بل 3300 معتقل جديد، معظمهم يحولون للاعتقال الإداري. لذلك هذه دعوة لكل أبناء شعبنا خلال الاستقبال، بعد الاستقبال، قبل الاستقبال، أن يظهروا وحدتهم وتعاضدهم وتآلفهم، لا العكس. حتى اللحظة، يعني اليوم يفترض أن يتم إطلاق سراح 39 أسيرة وأسير مقابل 12 أسيرة وأسير إسرائيلي، لكن إسرائيل لم تتقيد بالأمس ولم تتقيد اليوم، وهي تعد القائمة بالمبدأ الذي يحكم عملية اختيار الأسماء. اتفق على أن معيار الأقدمية، يعني أما وأن عدد الأسيرات والأسرى أكبر من العدد المستهدف بالتحرير، فبالتالي اتفق على أن تكون الأقدمية هي المعيار. لكن إسرائيل لم تلتزم بالأمس، وكادت أن يتعطل تنفيذ الدفعة الأولى بسبب هذا التلاعب الإسرائيلي. واتفق بالأمس على تمرير قائمة يوم أمس على أن يتم استدراك الموضوع لاحقا. لكن اليوم عادوا مرة أخرى ولم يلتزموا بالمعيار المشار إليه سابقا، أي الأقدمية. وحتى هذه اللحظة الحوار ما زال مستمرا، وهناك استياء كبير لدى فصائل المقاومة من هذا التلاعب. وبالتالي يعني المأمول هو أن تتم هذه الصفقة اليوم، وعلى الأرجح أن تتم، ونأمل أن تتم، ونأمل أن يعالج الخلل. ولكن لا أستطيع القول أنه تم تسوية هذا الخلاف هذا يعني اليوم. بالأمس تحت وطأة الانفعال، أو بعض الأشخاص الذين يعني لا يدركون جلال اللحظة وأهمية الموقف الذي نحن فيه وأهمية أن تتم هذه الصفقة بسلاسة، كان في هناك محاصرة لسيارات الصليب، أعاقوا عمل منظمة الصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية نحترم دورها في كل أنحاء الأرض. قد يكون لبعض الناس ملاحظة هنا وملاحظة هناك، لكن المفروض أننا جميعا بالأمس كنا معنيون بأن تيسر مهمة الصليب الأحمر لنتسلم أبنائنا، لا أن يعني يصطف الشباب حول السيارة ويسمعونهم كلاما وشتائم وإهانات ومسبات. اليوم كانوا ينوون أن ينقلوا عملية التسليم، تسليم الأسرى، إلى أريحة، ونحن رفضنا ذلك، أقصد الإسرائيليين، بسبب المظاهر، مظاهر الفوضى التي تمت، وعدم توفر مسار سلس ومفتوح للباصات التي تقل الأسرى. كل ذلك بسبب ادعاءات أنا لا أفهمها، وبسبب انفعالات لا حاجة لها. علامة هذا الانفعال وعلامة هذا الغضب، وكيف أصبح يعني أردنا أن نستعدي الصليب وكأنه منظمة معادية؟ هذا تصرف غير مسؤول، وتصرف أكيد غير حكيم. ولذلك نحن نحذر من تكرار مثل هذا السلوك، لأن الصليب اليوم، كنت في جلسة مع الصليب الأحمر، وقالوا بالحرف الواحد: إن لم يكن فريقنا آمن فإحنا مبادئ عمل المنظمة أن يكون فريق الصليب الأحمر في مأمن، فإذا وجدنا أننا لن نكون آمنين لن
نواصل مهمتنا، فبالتالي هذا سيؤثر على تنفيذ عملية التبادل. فإحنا بنتوجه للزعلانين والغضبانين اللي مش فاهم عليش غضبانين، إنه يعني اهدوا اهدوا وتصرفوا بمسؤولية وافسحوا المجال لأن تنفذ الصفقة بعيدا عن بعض أنماط المزايدة والتصرفات التي لا داعي لها ولا تخدم أحد، لا تخدم أسير ولا تخدم أسرته.